إيسير ديا كرة أمامية تلعب على الناحية اليسرى، إيسير ديا يراوغ، إيسير ديا يحتفل بالكرة، صح مهارات فنية توزع هذه الكرة خطيرة لنونسي، فرصة هدف أول، تصوب الكرة بالرجل اليسرى من باسكال بينينغير، صوب الكرة ولكن هدف إلى المدافع العملاق أندري لويز البرازيلي، هي مواجهة برازيلية أخرى كذلك كما هي مالية وكما هي مغربية، وإيسير ديا ويتألق المدافع تشالمي يقطع الكرة من إيسير ديا الذي توغل على الناحية اليسرى، راقب الكرة بشكل جميل وراء مهاري هذا اللاعب، فنان هذا اللاعب، ساحر هذا اللاعب، بينما يتألق ماتشو تشالمي الظهير الأيمن لفريق بوردو ويخرج الكرة ويقطعها، شاهد كيف قطع الكرة من دون خطأ، من دون أن يرتكب الخطأ في اللحظة المناسبة في المكان والزمن المناسبين، وإلا لو كان هناك توغل بسيط من السنغالي إيسير ديا لكانت هناك ركلة جزاء، ركلة ركنية لصالح فريق نونسي ترفع طويلة نحو رأس يوسف حجي، يتقن الكثير من الكرات يوسف حجي على غرار مصطفى حجي.